السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشاو توتي، عاملين ايه؟ معاكم ندى احمد، ودي قناة ويلا ندى الايطالي اونلاين. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله لكسيوني نومرو دوا في اونيتا نومرو دياتشي من كتاب نوفو بروجيكتو ايطاليانو. هناخد ايه؟ هناخد تدريبين بس، ايه فيهم كل حاجة بقى، جراماتيكا تلاقوا، جزء مكتوب نقراه ونطلع كلماته تلاقوا، شوية جراماتيكا تلاقوا، فيعني ايه هنشوف كده الكلام على ايه. فيلا بينا نبدأ على طول. كومينشان طيب، عنوان التدريب هنا بيقول لنا ان اونا بيلولا. بيلولا يعني ايه؟ زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت معناها زي كبسولة، فحاجة في كبسولة. ايه هي بقى؟ طيب ماشي، احنا عندنا هنا بيقول لنا ان ايونو في الاغنيه اللي احنا قريناها المره اللي فاتت، لقينا الجمله دي تشيكوالكونو كي ان اونا بيلولا تشيركا كويلو كي نو ريشا تروفاري. فمن وجهه نظركم هو ايه هي الاسباب اللي شاب بيبدا ياخد بسببها المخدرات؟ شفتوا بقى بيلولا طلعت ايه يقصدوا بيها؟ الحبوب بتاعت المخدرات، مش اي حبوب يعني. ليجيري او بيزانتي. ليجيري يعني خفيفه، ده طبعا مش فيربو ليجيري، ما تخلطوش الامر، هو نفس الكلمه بس هنا صفه. فسواء المخدرات دي او الادويه دي خفيفه او تقيله، من وجهه نظركم ايه هي الاسباب اللي بتؤدي للدروجه؟ طبعا اعتبروا ده يعني ايه كونفرساسيوني او حتى تيمه تكتبوها. انا طبعا ايام الكليه كتبنا كتير تيمي عن الدروج وكده، فجربوا تكتبوا، خلوا الاي اي او الشات جي بي تي يصلح لكم كتابتكم، هتتطوروا جامد يعني. طبعا هي ممكن نقول مثلا من الاسباب اللي احنا شفناها المره اللي فاتت كلمات مثلا كلمه زي ديسوكوباتسيوني، مثلا ممكن راتسيسمو اونو سترانييرو مثلا، يعني ممكن توظفوا الحاجات اللي احنا اخدناها في الموضوع ده. طيب بيقول لنا هنا كويستو جرافيكو. جرافيكو اللي هي اللي احنا قدامنا ده، يعني زي البيانات دي كده او الجرافيك ده. describe il problema della droga in Italia in copia inserite i numeri dati in basso. احنا عندنا ارقام مديها لنا تحت اهي، واحنا هندخلها هنا مكانها. la soluzione è in fondo alla pagina. الحل موجود في اخر الباجينا اهو بالمقلوب. وتشي كوالكونو داتو ستاتي ستاتيستيكو. داتو ستاتيستيكو يعني بيان احصائي. كي في كولبيشه. كولبيشه اللي هو يعني ايه لفت نظركم قوي او اتصدمتوا بيه يعني لما شفتوه. بس فاحنا بقى هنشوف الكلام على ايه. طبعا احنا ما يهمناش الارقام لان هي زمانها اتغيرت يعني، ولكن يهمنا ايه نشوف الكلمات اللي هنا. طيب بيقول لنا بقى دول ايه، 500 مليوني ولا 500 ميلا. النومرو دي توسيكو ديبندنتي ان ايطاليا. توسيكو ديبندنتي اللي هم مدمنين المخدرات او اي ماده سامه. توسيكو اصلا يعني سام، ديبندنتي لوحدها اصلا يعني موظفين، اللي هي معناها معتمدين على رب العمل في ان هم ان هو يديهم المرتب. فهنا معتمدين بس مش على بقى حد يديهم المرتب، معتمدين على الماده السامه دي فمدمنينها يعني. تمام، فاللي هو ده ايه توسيكو ديبندنت. لا ما تقولش بقى ماشي اوكي. طيب توسيكو ديبندنتي زي ما قلنا الايه المدمنين. طيب توسيكو ديبندنتي ان كورا presso 562 servizi pubblici. in cura يعني بيتعالجوا. فيا ترى كم نسبة او كم عدد المدمنين اللي بيتعالجوا في 562 منشأة مثلا ايه عامة؟ 28000 واحد توسيكو ديبندنتي in cura presso le 1400 comunità di accoglienza laiche e religiose. like دي حاجة يعني اعتقد عكس religiosi، يعني اللي هي زي مؤسسات مثلا مدنية ملهاش علاقة بالكنيسة، بس مش متأكدة راجعها ورايا. religioso بقى يعني دينية. community يعني مجتمعات الترحيب او الاستقبال الايه الدينية واللي مش دينية. اخر هنا حاجة consumatori دي droghe leggere اللي هم مستهلكين، مش بقى يعني اسمه ايه ده مدمنين، مستهلكين بس للمخدرات الخفيفة. مش عارفة بقى ممكن يعتبروا ايه المخدرات، الحشيش مثلا، الحاجات دي مثلا هي خفيفة او كده، ما عنديش فكرة. هي دي البيلولا، الحبوب يعني كبسولات ايا كان بقى شكلها مدور او طويل كده بتاع، هي دي الايه البيلولا. اوكي، فاحنا طلعنا بان كلمة مدمن يعني توسيكو ديبندنت،
ولو هو مش مدمن هو مستهلك بس يبقى كونسوماتوري. والمخدرات نفسها يعني دروجة وجمعها ايه دروجي، ساعات بتيجي بمعنى الأدوية عادي بس هي جاية بمعنى ايه المخدرات. شوية أسئلة بقى من اللي احنا بنكتب ونقرأ فيها وكده، بيقول لنا لاحظوا الإعلان ده ومن رأيكم هو بيعلن عن ايه وكيس كوبو ايه الغرض بتاعه. Per vedere se le vostre ipotesi erano giuste girate pagine e leggete l'intero testo. فاحنا هنشوف النص تحت كده هنشوف بيتكلم عن ايه، وده اعلان con me I chiuso. هو ده كيوزو ولا انا قاريه غلط ولا ايه؟ طيب con me I chiuso قفلت معاه ايه بقى؟ مش عارفه. فيديان هو قاعد على البحر، معرفش يعني بيجري مثلا على البحر، ممكن ان هما يعني بعد التعافي من المخدرات بيبقى عندهم صحة ان هما يعملوا سبورت وكده. طيب هو ده بقى اللي احنا المفروض نقراه، بيقول لنا lavorate in coppia cercate nel testo parole o frasi che hanno un significato simile a، ليهم معنى نفس المعنى للكلمات دي. فاحنا هنترجم الكلمات دي دلوقتي عشان واحنا بنقرا ايه تحاولوا يعني تربطوا بين الكلمات دي ودي. stanchezza و sforzo. stanchezza اللي هو الارهاق، نقول مثلا sono stanca انا مرهقه، ف sforzo بقى اللي هو المجهود اللي هو انا ببذل مجهود فبالتالي بقيت مرهقة. شي بوي ريوشيري، ريوشير شي طبعا يعني ينجح في حاجة، فانت تقدر تنجح في الموضوع ده. نون بيردر تيمبو ما تضيعش وقت. ريزولفر البروبليما طبعا يعني حل المشكلة. كريمينيتا اورجانيزاتا الجريمة المنظمة المافيا بقى والجو ده. سباتشو دي بقى حلوة يعني مش حلوة طبعا، ولكن هي بتستخدم في اغاني كتير ايطالية بتاعت الشباب والراب والجو ده. سباتشو اللي هو سباتشو دي دروجة يعني توزيع المخدرات بمعنى بيع المخدرات، فاللي هما الولاد مثلا او الشباب اللي بيقفين عند المحطة مثلا او في حتة شارع ضلمة او كده وبتدي لهم فلوس وبتاخد منهم دروجة، هما دول ايه سباتشاتوري. وسباتشو يعني ايه بتاجر في المخدرات. كوميرش هنا يعني معتبرينها تجارة، مش ان هو بيتعاطاها كونسوماتوري او توسيكو ديبندنتي، لا هو بيتاجر فيها. بير سمبري يعني للابد او دايما. definitivamente يعني ايه قطعا او دايما يعني بدون ايه الرجوع تاني او كده. تعالوا بقى نشوف هنا طالما حاطط الشعار الجمهورية ده او الوزارة معرفش ده ايه، هنا ايه ده residence ده ولا ايه del consiglio dei ministeri، حاجة زي ايه الوزارات حاجة رسمية يعني لما تشوفوا الشيء ده كده على ورقة اعرفوا ان هو ايه مستند رسمي. طيب هو هنا العنوان كده عملوا لنا ايه بعرض المستند يعني. وشيرة نفسي اللي بيبقى اسرع شويه ارجوك عمري بيروح في البطء بتاعي ده. طيب وشيرة دالا دروجا سي فواي انسيانا بوسيامو، ان انت ايه طبعا هنا التعافي بيسميله ايه وشيرة ده الخروج من الادمان يعني او من المخدرات، لو انت عايز هنقدر ايه سوا ان احنا نحقق الحاجه دي يعني زي الحملات اللي كان ايه محمد صلاح بيعملها عندنا في مصر كده اللي هو ايه اللي بتبقى الدولة منظمها عشان الشباب يبطلوا ايه تعاطي وكده. نصرا فاتشيلي الموضوع مش هيكون سهل. تي كوسترا فاتيكا هيكلفك من كوستاري هيكلفك مجهود، هنا بقى دي اللي هتبقى شبه كلمة سفورسو او ستانكيتسا. ما تشيلا بوي فاري هتقدر تعملها، فيربو فاتشيلا اللي هو ينجح في فعل حاجة اللي هي زي ريوشيرشي من هنا. altri prima di te ci sono riusciti، ناس تانية قبلك نجحوا في الموضوع ده. grazie alla loro volontà volontà الإرادة، grazie all'affetto di chi li è stato vicino، وبفضل كمان الأفتو الحنان والعطف والرعاية بتاعة الناس اللي حواليه. grazie alle strutture a disposizione di chi vuole liberarsi dalla droga، وكمان بفضل المنشآت أو الهيئات المجتمعية اللي بتكون متاحة عشان اللي عايز ايه يتحرر من الايه المخدرات، فكده ايه يتعافى مره استخدم اوشيري ده ومره ليبرارسي ده برضه. نور ريمانداري نيانكي دي اون مينوتو، ريمانداري يعني اللي هي زي بوست بون بتاعت الانجليش اللي هو معلش انا باخد كورس انجليش بقى فلازم ايه اربط يعني، فاللي هو ان انت تاجل فما تأجلش، هو هنا يعني نفي أمر منفي فعشان كده حطه في المصدر، ما تأجلش الموضوع ولا حتى دقيقة. ogni giorno che passa diminuiscono le possibilità di trovare una via di uscita، يعني كل يوم بيعدي بيقلوا diminuire بيقل لاحظوا ان هو واخد اسم بتقل الفرص ان انت تلاقي ايه طريق للخروج، عكس طريق الخروج ايه
ingresso, دخول أو entrata. Ogni giorno che passa il tuo corpo e la tua mente diventano sempre più deboli. كل يوم بيعدي جسمك وعقلك بيصبحوا أكتر ضعفا. deboli ضعيف. debolezza الاسم المصدر منها الضعف. E la malavita che controlla il traffico di stupefacenti sempre più ricca. ومالافيتا اللي هو سوء الحياة أو الحياة السيئة يعني. إيش هذا والله نفس المعنى. هو اللي بيتحكم في ايه ده بقى مش عارفة. الترافيكو دي سمكر بيوريك. الترافيكو هنا بمعنى بقى الاتجار. احنا عارفين الترافيكو بمعنى الزحمة. وقلت لكم ما نشنت لكم قبل كده ان التجارة السيئة الاتجار بالبشر بالمخدرات كده اسمه برضو ترافيكو. ف الحياة السيئة انا مش فاهمة قوي تكوين الجملة يعني بس على بعضها كده ان الحياة السيئة بتاعتك دي بتتحكم في تجار الحاجات دي تجار المخدرات يعني وبيخليهم اكتر ايه غنى فانت جسمك وذهنك بيبقوا اضعف لكن ايه هم حياتهم بتبقى يعني اغنى وكده سوء حياتك ده بيزودهم ايه غنى. تروفا الكوراجيو دي كيادر ايوتو اوجد او يعني لا اجد المساعدة او الشجاعة كوراجيو ان انت تطلب مساعدة. Trova la forza di dire una volta per tutte con me hai chiuso. اوكي فانا كده فهمت شوية معناها ايه. هو هنا بيقول كمان واوجد كمان او لا هات كمان القوة يعني كوراجو شجاعة فرصة القوة ان انت تقول مرة واحدة بس للجميع. هنا una volta per tutte هي دي اللي معناها per sempre يعني مرة واحدة للأبد. بتتقال ازاي بالانجلش بقى once forever مثلا ولا ايه بس ليها بدايه مني. المهم يعني ان انت تقولها مره واحده هيحسمها قاطعه وما تكررهاش تاني. كون مي اكيوزو اي كيوزو يعني مثلا ايه اكن هو بيكلم الدروجه نفسها وبيقول لها خلاص انا وانت قصتنا انتهت يعني فخلاص انت كده ايه حكايتك خلصت معايا اي كيوزو خلاص قفلنا بقى الباب ده. ماشي ادينا ايه استفدنا تعبير جديد اهو كون مي اي كيوزو. ماشي شكرا ما تعملش كله. طيب فايه سباتشو اللي هو ترافيكو كريمناليتا اورجانيزاتا ممكن تبقى مالافيتا. ماشي ريزولف البروبليما اللي هو ايه بقى تروفاري مثلا اونا فيا دي اوشيتا ممكن نون بيردر التيمبو طبعا اللي هو نون ريمانداري نياكي دي اون مينوتو ودي كنا قلناها خلاص واخر واحده قلناها خلاص برضو اللي هي ايه اونا فولتا بير توتي. اوكي فجميل جدا يعني جبنا مستند رسمي من الحياة الحقيقية واستفدنا منه كلمات حلوة. لا يعني جميلة الأونيتا دي بصراحة عديها 10/10. طيب المفروض ان ده كده اكزرشيتي خلص يعني جميل والله والله جميل. يلا بينا نشوف اكزرشيتي نمرة دي في ايه. هتاخد باوزة دلوقتي احنا لسه معملناش حاجة. عندنا اسكوتو ماله بقى الاسكوتو ده هنعمل فيه ايه. بيقول لنا من وجهة نظركم الايطاليين بيخافوا من ايه. دي كوزا انو باورا ايه اكتر حاجه بيخافوا منها الايطاليين. اسكولتاتي وانا بريما فولتا اسمعوا مره سيرفيسيو راديوفونيكو الخدمه المجتمعيه الراديو الخدمه موجوده في الراديو. وحطوا خط على الكلمات اللي فيرامنتي برونشاتي اللي هي اكنها بريزنت يعني اللي موجوده فعلا. احمينا يا رب. الكلمات دي شكلها مش كلها عارفاها. عندنا هنا ارستي زي اعتقالات مثلا ان انا اشوف مجرم معتقله. immigrazione طبعا الهجره. prigione اللي هو السجن. delinquenti مش عارفه وهسمع معاكم الاوديو احاول اخمنها لو ما عرفناش نبقى نترجمها. rapina اللي هو الخطف. spacciatori زي ما قلنا من spaccio فspacciare يتاجر في المخدرات او يوزعها. spacciatore الشخص اللي بيوزعها. accusato يعني متهم وفي لغه الترجمه القانونيه بنكتبها imputato. imputato واكوزاتو بقى اللي بتستخدم اكتر في الايه في اللينجوا بارلاتا وفي لغه الاخبار وكده. توسيكو ديبندنتي طبعا اللي هم المدمنين. كريميناليتا الجريمه او الاجرام نفسه. جوديتشا القاضي. ميناتشا تهديد. بينا الم او ان هو هنا بقى بمعنى مش الم مثلا لما يقول لك ايه لا بينا ديل بريجون مثلا اللي هو زي ايه الم عقوبه السجن يعني بينا هنا بتعتبر عقوبه اكتر منها الم يعني. كارابينياري اللي هم طبعا البوليس. وفورتو زي ما اتفقنا قبل كده ان هي سرقه. المفروض بعد كده ان احنا هنسمعه مره تانية ونقول بقى الافيرماسيوني فيرامنتي بريزنتاتي
فاحنا طبعا انا هشغله مره، عايزين انتوا تكرروه تاني براحتكم. بعد كده هنيجي نحط خط على الكلمات اللي اتنطقت، وهنختار من هنا الجمل اللي مذكوره فعلا في الاوديو. قشطه، يلا بينا. Unità 10 di 1. Fa più paura quello che è più vicino. Lo zingaro che ci chiede i soldi al semaforo, il ladro che entra in casa mentre noi siamo in ferie. Fa paura indossare gioielli e fanno paura gli automobilisti incoscienti. Non è la mafia, ma la criminalità diffusa la principale minaccia della nostra tranquillità. Ci preoccupa più della disoccupazione, del traffico, della droga e dell'immigrazione. L'indagine del Censis su un campione di 2000 italiani classifica i reati più temuti. Al primo posto i furti in casa, seguono gli scippi, le aggressioni, le rapine, gli atti di vandalismo. Nella classifica dei più temuti criminali, gli zingari sono al primo posto, seguiti da delinquenti comuni, spacciatori di droga e tossicodipendenti. Sono considerati pericolosi anche gli immigrati. Il 75% degli intervistati ritiene che esista una correlazione diretta tra presenza di immigrati e aumento della criminalità. Una ricerca del Censis ci rivela che gli italiani hanno paura soprattutto della criminalità sempre più diffusa, più che della droga e della disoccupazione, e di queste paure parleremo tra poco nello spazio di approfondimento di questa sera, dove ci sarà anche un'intervista al presidente del Censis, Giuseppe Verita. La paura di quello che ci può accadere sotto casa domina la classifica delle preoccupazioni degli italiani, secondo l'analisi del Censis. Gli italiani hanno paura della criminalità diffusa, forse perché quella organizzata, tradizionale, la mafia, la camorra, è lontana, mentre invece quella diffusa, quella micro, quella piccola, ti arriva dentro casa. Quello che colpisce molto l'italiano e gli dà un senso di insicurezza è lo scippo, è il furto in appartamento, è la rapina. Cioè quel che cosa che ti prende lo stomaco, che ti prende emotivamente. E quindi poi non dobbiamo sorprenderci se questa persona, se gli italiani presi alla gola o allo stomaco da questo tipo di criminalità, poi hanno più paura di quanto sia poi reale il pericolo, nel senso che poi i delitti negli ultimi anni vanno diminuendo, invece aumentano le paure. Significa che c'è un'emotività in giro che è dovuta al fatto che in Italia, credo, l'emotività sta crescendo, ma è un fatto generalizzato, mentre invece è più importante, sta crescendo questa emotività da paura del contatto diretto, dell'aggressione, di quello che in America viene chiamata la criminalità predatoria. Quindi c'è una differenza a livello locale, a livello territoriale. Noi siamo rimasti molto sorpresi che il livello maggiore di paura oggi degli italiani non sia nelle isole o nel mezzogiorno continentale, ma sia nel nord-est. طيب احنا كنا محتاجين نقول دعاء السفر تقريبا قبل ما نسمع البتاع ده، بس اتخضيتوا صح؟ اتخضيتوا؟ انا اتخضيت لكم اصلا يعني. طيب جدعانة مني هشغله تاني وهوقف كده عشان اشرح لكم ايه اللي حصل. بس انتوا بقى جدعانة منكم تحلوا انتوا الاسئله عشان انا ماليش مزاج اقرا تاني بعد ما افصل يعني الكلام. فيلا بينا. هو طبعا بيتكلم على الجريمه وكده، نفس اللي احنا اساسا بنتكلم فيه في الانتا هاشتاج بديهيات. فتعالوا كده نشوف بقى بيشتغل من اول ازاي. يلا بينا، بسم الله. vicino lo zingaro che ci chiede i soldi. unità 10 di 1. Fa più paura quello che è più vicino. Lo zingaro che ci chiede i soldi al semaforo, il ladro che entra. طيب بيقول لنا يعني ان الحاجه اللي الشخص اللي بيبقى قريب مننا قوي بيخوفنا. في paura quel fa paura quello che è vicino. القريب مننا اللي بيقرب مننا قوي بيكون هو اللي بيخوفنا. مين بقى اللي بيخوفنا؟ ده زينجارو. زينجارو ده نعتبره اسم عيله او اسم مافيا في ايطاليا، بس هما فئة من الناس موجودين جدا في ايطاليا، وحتى بيظهروا في المسلسلات. دول بيبقوا اكتر مشهورين بالايه، بالحاجات المشبوهة اللي هي طبعا المخدرات والحاجات دي. اللي هو بقى تشيكي دي سولدي بيطلب مننا فلوس فين؟ في السمافرو اللي هي اسمها ايه، بتاعت اشارة المرور اللي هو اكنه بيشحت يعني، واللادرو طبعا الحرامي. الحرامي اللي بيخش البيت بتاعنا منتر استيامو انفيريا، واحنا في الاجازات بقى السنويه اللي هي مثلا تبقى ممكن اسبوع او اثنين، فالحراميه بقى اللي بيخشوا البيت واحنا هناك ويسرقونا بيخوفونا. بيالي افانو باورا اي اوتوموبيليستي انكوشينتي. ما هي لما
والناس بقى اللي تلاقيهم لابسين جويلري مجوهرات كتير وراكبين موبيليس اللي هم اوتو موبيليس اللي هم بيركبوا بقى دراجات وكده، دول ايه بيخوفونا. فبيقول دي مش المافيا ولكنها ايه؟ Affiamma la criminalità diffusa, la principale minaccia della nostra tranquillità. دي اسمها الكريمناليتي ديفوزا، الجريمة المنتشرة. فدي مش مافيا ولا حاجة، على قد ما ان هي جريمة يعني جرائم او جريمة منتشرة في البلاد، هي اللي بت ايه بتميناتشا، ميناتشا زي ما قلنا ميناتشاري يعني يهدد حياتنا الهادية يعني la nostra tranquillità، الهدوء بتاعنا. Si occupa più della disoccupazione, del traffico, della droga e dell'immigrazione. فاحنا بنخاف او الجريمة دي بتخوفنا اكتر كمان من الديسوكوباسيوني البطالة، من الاتجار بالمخدرات، ومن كمان الاميجراسيوني المهاجرين. انا مش عارفة ازاي قضية الهجرة حاطينها في المساواة مع الديسوكوباسيوني والدروجة، بس يعني ايه ماشي براحتكم براحتكم يا طلاب براحتكم. L'indagine del Censis su un campione di 2000 italiani classifica i reati più. طيب Censis زي ما هو حتى معمول لنا هنا في السؤال ده، تشينسيس ده واضح ان هو مكان هو اللي عمل البحث ده على 2000 ايطالي. Temuti al primo posto i furti in casa, seguono gli scippi, le aggressioni. فبيخافوا من ايه؟ بيخافوا اول حاجه من الفورتي ان كازا، عمليات السرقه في البيت. تاني حاجه بيخافوا منها الشيبي. يعني ايه شيبي؟ ما اعرفش، تعالوا نشوف. وقايل بعدها اجريسيون اللي هي اعتداءات. فشيبي السطو، السطو اللي هي ايه؟ ممكن ان حد يثبتك يعني، ممكن يعتدي عليك او ياخد فلوسك يعني. فشيبي او شيبيو اللي هو السطو التثبيت يعني. في primo posto i furti in casa, seguono gli scippi, le aggressioni, le rapine, gli atti di vandalismo. Nella classifica dei più temuti criminali, gli zingari sono al primo posto, seguiti da. يبقى هما اكتر حاجه بيخافوا منها السرقات في البيت، وبعديها الاعتداءات والسطو وكده، واول او اكتر ناس بقى بيخافوا منها هم الزنجري دول. Delinquenti comuni, spacciatori di droga e tossicodipendenti. فيها بقى كلمة delinquenti comuni و spacciatori di droga. قلنا spacciatori عادي اللي هم بيوزعوا الدروجة. تعالوا بقى نشوف يعني ايه delinquenti. Delinquenti. Delinquente يعني مذنب، او اللي هو الشخص اللي هو سوابق مثلا يعني. Delinquente. انتي كوموني سباتشاتوري دي دروجا. كوموني بقى يعني يقصد اللي هو الشخص اللي بيتردد على السجن كتير، كل شويه كده يتسلى ويقوم عامل له جريمه ويخش السجن ويطلع وهكذا، فهم بيخافوا من الناس دي. اوج توسيكو ديبندنتي sono considerati pericolosi anche gli immigrati. Il 75% حتى كمان المهاجرين بيعتبروا لهم ايه بيريكولوزي خطرين. Percento degli intervistati ritiene che esista una correlazione diretta tra presenza di immigrati e aumento della criminalità. كوالنسا دي ولا ايه؟ كلمة راحت من بين، استنى. كوريلاسيوني، كوريلاسيوني يعني علاقة وطيدة او مترابطة او علاقة طردية ما بين وجود المهاجرين وما بين انتشار الجريمة او زيادة عدد الجرائم. ده مين اللي قال كده؟ 75% من الـ2000 ايطالي اللي هم عملوا معاهم الايه الانترفيستا او اللقاء عشان يسألوهم عن رأيهم. Agenti comuni, spacciatori di droga e tossicodipendenti sono considerati pericolosi anche gli immigrati. Il 75% degli intervistati ritiene che esista una correlazione diretta tra presenza di immigrati e aumento della criminalità. Una ricerca del Censis ci rivela che gli italiani hanno paura soprattutto della criminalità sempre più diffusa, più che della droga, della disoccupazione e di queste paure. طيب ده مفهوم ان البحث بتاع التشينسز ده فهمنا ان هم خايفين من البطاله وبلا بلا بلا، بس في كلمه مهمه اللي هي تشي ريفيلا. ريفيلاري يعني يكشف الغطاء عن حاجه. فالبحث بتاع التشينسز ده عرفنا او اظهر لنا حقيقه ان كذا كذا كذا، فاستخدموا الكلمه دي بعد كده. ممكن مثلا اي دراسه اثبتت حاجه، بحث، تحقيقات الشرطه، كل ده ايه تشي ريفيلا، عرفتنا ان كذا. Vedremo tra poco nello spazio di approfondimento di questa sera, dove ci sarà anche un'intervista al presidente del Censis, Giuseppe Derita. هيعملوا بقى ايه انترفيستا مع مدير الشينسيس ده اللي هو اسمه ايه جوزيبي ديريتا. La paura di quello che ci può accadere sotto casa domina la classifica delle preoccupazioni degli italiani secondo l'analisi del Censis. هي بتعمل مقدمة كده بس verbo dominare اللي هي بتقول domina اللي هي تحتل. فالخوف من بلا 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 بيحتل المرتبة الأولى في بلا بلا بلا. domina dominare. Gli italiani hanno paura della criminalità diffusa, forse perché quella organizzata tradizionale, la mafia, la camorra è lontana. فبيقول بقى هنا ان الطلاينة بيخافوا من الجريمة المنتشرة دلوقتي، يمكن علشان الجريمة
organizzata المنظمة التقليدية اللي هي المافيا، زي عائلة كامورا، ده اسم عائلة مافيوزا معروفة واتعمل عليها مسلسل كامل. لونتانا بقت بعيدة شوية عن الحياة الحقيقية في إيطاليا مثلا وفي ميلانو وكده. Anna, mentre invece quella diffusa, quella micro, quella piccola, t'arriva dentro casa. لكن بقى الجريمة التانية المنتشرة الصغيرة دي بتوصل لك لحد البيت، لما حد يجي يسرقك أو يعتدي عليك مثلا جنب بيتك أو كده، دي منتشرة جدا. ودي للأسف يعني لو تابعتوا الأخبار بتاعت الجرايد الإيطالية هتلاقوا يعني كوارث بجد، مش عايزة أتكلم بس يعني حتى ميلانو واللي هي المفروض يعني العاصمة وكبيرة وفيها ناس كتير وكده، حاجات بيحصل فيها حاجات يعني فظيعة. Quello che colpisce molto l'italiano e gli dà un senso di insicurezza è lo scippo, il furto in appartamento. فالحاجة بقى اللي كولبيشة هنا كولبيرة يعني يأثر، بس يأثر بشكل سلبي، يؤثر بشكل سلبي. ايه هو ايه موضوع بقى الشيبو زي اللي هو السطو والسرقة بتاعة الشقة؟ رابينا رابينا الخطف. Che cosa che ti prende lo stomaco, che ti prende emotivamente. بصوا بقى قال هنا تعبيرين حلو حلوين، تي بريند على ستومكو، ستومكو اللي هي المعده، فاللي هو تي بريند على ستومكو ده اللي هو يعني ايه، هو وضحها بعد كده تي بريند ايموتيفامنت، يعني يعني زي بيوجع لك بطنك كده او بيأثر عليك على مستوى المشاعر، بتبقى فعلا قاعد مش امن وخايف، فتي بريند على ستومكو. حلو قوي ده. E quindi poi non dobbiamo sorprenderci se questa persona o se gli italiani presi alla gola o allo stomaco da questo tipo di criminalità poi hanno più paura di quanto sia poi reale il pericolo, nel senso. فهنا بقى بيقول لنا مش المفروض بعد كده بقى ان احنا اللي نندهش ان الايطاليين مش حاسين بالامان لما هم ممكن بعد كده تيبريندونو او سيبريندونو بيرجولا، ان هو يتذبحوا يعني من عند الجولا ده اللي هو الحلق، او ايه يطعنوا في بطنهم او كده، ما ينفعش بقى نتفاجئ ان هم ايه مش حاسين بالامان يعني. Poi i delitti negli ultimi anni vanno diminuendo, ma invece aumentano le paure. Significa che c'è un'emotività in giro che è dovuta al fatto che in Italia credo. حلو قوي برضو الرابط بتاع ايه دوفوتا على فاتو كي، على فاتو كي لحقيقه ان، وبيكملوا كلامهم احنا ما بنقولهاش قوي بالعربي بس هم بيحشروها كتير في الايطالي، على فاتو كي ادوبوتا يعني تعزى الى او سبب هكذا، فهو في حس من الخوف او مشاعر الخوف انجيرو يعني في الجوار او الناس حاسه بالموضوع ده حوالينا، للسنساتيوني او الحس ده يعزى الى ايه او بسبب ايه، ادوبوتو او ادوبوتا تمام. من هنا فيربو دوفير بيبقى بمعنى ان هو سببه كذا. لا emotività sta crescendo ma è un fatto generalizzato. Mentre invece il più importante sta crescendo questa emotività da paura del contatto diretto. فهنا ممكن نقول ان emotività زي sentimento كده الشعور، فهو هنا اللي بيزيد هو شعور الخوف بالذات من اي contatto diretto، اي تواصل مباشر مع حد، اللي هو ممكن مثلا لو وقفت حد تكلمه في الشارع يبقى خايف منك لمجرد ان انت ايه ممكن تعمل له حاجه وحشه او تعتدي عليه او كده، فبقوا خايفين من الكونتاكتو ايه ديريتو. dell'aggressione di quello che in America viene chiamata la criminalità predatoria. الموضوع ده بيتسمى ايه في امريكا؟ viene chiamata la criminalità predatoria اللي هي ايه الجريمه مش عارفه اعتدائيه مثلا، او ان هم بيدوروا على فريسه يسطو عليها او كده. Quindi c'è una differenza a livello locale, a livello territoriale. Noi siamo rimasti molto sorpresi che il livello maggiore di paura oggi degli italiani non sia nelle isole o nel mezzogiorno continentale, ma sia nel nord-est. فهم انصدموا ان الخوف ده ما بقاش محصور مثلا في الايزولا الجزر المتطرفه مثلا الدوله مش عارفه تطولها قوي او كده، لا ده هم الموضوع ده بقى منتشر اكتر فين؟ في النورد ايست، النورد ايست اللي هو شمال شرق ايطاليا اللي هو برضو ايه في ميلانو كده. فدي المفاجاه يعني ان حتى الخوف ده بقى منتشر اكتر في المدن الكبيره يعني مش في الحاجات المتطرفه. تمام ادينا بقى ايه فصلنا مع بعض الاوديو ده، ممكن تطلعوا منه يعني بالميت بعشرين تلاتين كلمة جداد يعني. تمام فاستغلوا الحاجات دي كويسة واسمعوا كتير عشان تحسنوا الاسكورت.
وده جايبه لكم اهو من الراديو مباشرة، يعني ايه انتوا دخلتوا بقى في الايطالي الحقيقي يعني. طيب عندنا بعد كده بقى هنعمل ايه، احنا هناخد باوزة اكيد، بس تعالوا نشوف هنعمل ايه. عندنا هنا كلمات يعني هنقرأ ونكمل. ماشي، هناخد بقى هنلقط بواقي جراماتيكا كده تعليق بسيط زيادة على الديسكورس ديريتو انديريتو، وتحت هيدينا كمان تعليق بسيط على البريود ايبوتاتيكو، وهيبدأ بقى يخش في حتة المقارنة ما بين ايطاليا زمان وايه وايطاليا دلوقتي. يعني مش عارفة هناخد دي المرة دي ولا ايه، ممكن ناخدها برضو المرة دي. اتحرك بقى اتحرك بقى متزهقنيش. ماشي خلاص، احنا هنخلص التدريب لاخره يعني، فممكن تاخدوا باوزة وتقولي بقى نكمل بقية الفيديو على مرة واحدة. يلا بينا، هنا دي جريدة لاستامبا وكروناكي اللي هي الأحداث الحالية الأخبار اليومية يعني. E vade dagli arresti domiciliari، يعني ايه زي المعتقلات المنزلية، يعني ان هم يجيبوا حد يعتقلوه من بيته. Non supporto più i miei suoceri، يعني خلاص ما بقتش طايق اكتر من كده حماية وحماتي. يا ترى عمل ايه بقى، هنشوف. دي عربية الكارابينيري اهو، و يلا بينا. مسينا يعني في مدينة مسينا في ايطاليا. Quando la convivenza con suoceri diventa una casa più dura di quella vera. لما convivenza اصلا معناها الاصلي المساكنة، اللي هو الموضوع المنتشر طبعا دلوقتي ان اتنين يعيشوا مع بعض من غير زواج، ولكن هنا يقصد ايه زي ان هما يعيشوا في نفس المكان اللي عايش فيه طبعا ايه الحما وال يعني الاتنين الحماوين. الموضوع بقى ايه اكتر قسوة من الطبيعي او من الحقيقي، ف هيبقى ايه بقى arresti pena اكيد بقى من الايه من العقوبة الحقيقية يعني، فان هو يستحمل حما وحماته بقى اصعب من ان هو ايه ياخد عقوبة حقيقية يعني. استنى مركب المايك. almeno è stato così per un 29enne، يعني شخص عنده 29 سنة دي مسينا في مسينا، اسمه ايه اسمه الساندرو بولدي. e vaso da casa dei genitori di sua moglie، انا معرفش صراحة e vaso يعني ايه و e vade هنا، نبقى نشوفها الموبايل بيشحن بقى دلوقتي. dove era agli arresti، ممكن هنا يعني arrestato e vade مثلا او e vaso اكنها arrestato. dove era agli arresti domiciliari per tentato furto، per tentato اللي هي محاولة، فهو كان ايه زي اتقبض عليه كده من المنزل بسبب محاولة السرقة. perché non ne poteva più della convivenza con loro، che fare si è chiesto، اعمل ايه سأل نفسه. meglio in carcere che continuare a stare con i miei suoceri، in carcere يعني في السجن، زيها زي prigione، فأنا أفضل السجن عن حماية وحماتي يعني. si è risposto il giovane ed è andato diretto alla caserma dei carabinieri. caserma أكيد إيه العربية دي يعني بيسموها كازيرما، فهو اعترف بكده أو دي الجملة اللي هو قالها يعني لما اعتقلوه، وقام إيه رايح مباشرة لعربية الشرطة، سعيد إن هو رايح يعني. Marcello, maresciallo, mi casa, non ne posso più di loro. ماشي، انا برضو ما اعرفش يعني ايه ماريشالو، ممكن يطلع اسم اصلا واللاب ده خنقني. طيب ماريشالو، عايزين بقى كلمة مي خنقت من كله، معلش يا جماعة استحملوني عشان انا فقدت الشغف لتسجيل الفيديو في النص كده، بس مش هينفع اوقف. المهم مي كذا، يعني ايه مي كذا، عايزين فعل بقى، عايزين فعل مي اكوزاتو طبعا لا، كاربينيري لا، جوديتشي لا، بريجوني لا، مي فينا، مي ارستي، ممكن مي ارستي اللي هو من ارستاري الامر باستخدام الكونجونتيفو، ممكن يبقى دي بقى رتبة من البوليس اللي هو ارجوك يا رقيب مثلا او حاجة ايه، او ارجوك يا حضرة الضابط ايه اعتقلني يعني.
non ne posso più di loro, انا مش قادره استحملهم اكتر من كده. pregato, pregato هنا طبعا مش بمعنى يصلي ولكن هو بمعنى يتوسل, هو توسل لهم ان هو ايه ان هم يعتقلون. E i militari infatti lo hanno arrestato per evasione. Evasione هنا ممكن نعتبرها بقى ايه اعتداء ولا ايه, per evasione عشان هو حاول يعتدي عليهم ويسرقهم يعني. وميليتاري اللي هم بتوع الشرطة يعني فعلا في الحقيقة ايه اعتقلوه عشان محاولة السرقة دي. La storia è iniziata quando Boldi, الاسم بقى بتاعه, casa di tentato furto, هنا اكيد بقى accusato, لان ده مش فعل يعني, هو الجملة اسمها فعل يعني quando ايه لازم فعل, بس دي جملة اعتراضية حطيت لنا هنا ايه فيرجول اهي في بدايتها ونهايتها. فلما بولدي المتهم بالسرقة ماله, aveva ottenuto di poter scontare la sua casa in casa, scontare la sua, احنا خدنا pena وخدنا arresto, ممكن la sua prigione السجن بتاعه في المنزل يعني, ممكن يعني اللي هو كان حاول ان هو يخلص من السجن بتاعه في المنزل. quando il giudice li ha chiesto dove voleste abitare, لما القاضي سأله طب انت عايز تعيش فين, l'uomo aveva indicato come domicilio proprio quello dei suoceri, مش عارفه ايه العبط ده يعني, لما القاضي سأله طب انت عايز تعيش فين, ام هو قايل dove voleste, انت عايز تعيش فين مش انت عايش فين, قال له فعلا, قال له برضو في بيت حماه وحماتي. اما انت يا ابني هبت الفوتو دي ليه. Una scelta di cui Poldi si è, ممكن ده كان زمان يعني, طب ايه علاقة القاضي في الموضوع؟ مش حماية وحماتي ده يعني انت راجل كبير ولا في ايه اللي بيحصل النهارده معرفش. يبقى سي ايه presto pentito, ان هو سريعا او سرعان ما ندم على الموضوع ده, verbo pentirsi. Disperato dalle continue liti, اللي هي يعني يائس بسبب الخناقات المستمرة. Non aveva altra scelta che evadere, ان هو ايه يعتدي عليهم او كده, ما كانش عنده اي اختيار تاني. Poi è andato direttamente alla stazione dei, اكيد بقى هنا كارابينيري, وراح بقى مباشرة للمحطة بتاعة الشرطة, اسم البوليس يعني. I quali ha chiesto di metterlo in galera, برضو galera هي هي prigione, هي هي carcere, ان هو ايه ابوس ايديكم حطوني في السجن يعني. ما non è mica così semplice evitare i suoceri. mica هنا بتتحط مع النفي, فلا ده كمان مش سهل قوي او مش ببساطة كده هتتفادى ان انت تتعامل معاهم. il casa lo ha si condannato, هو فعلا سي هنا يعني يعني هو هنا بقى كده giudice, فالقاضي فعلا condannato من الverbo condannare يعني يديله عقوبة او يديله عقوبة بسبب حاجة, فهو اداله عقوبة بسبب الايفازيون اللي عمله ده. ما non lo ha mandato in carcere, بس ما ودهوش السجن زي ما بولدي سبيرافا كان يأمل. اما اللي عمل ايه, lo ha rispedito nuovamente agli arresti domiciliari, رجعه تاني للارresti domiciliari. وفي حاجة بقى انا مش فاهماها, هو واضح ان هو يعيش اصلا مع بيت حماه وحماه, حماته وحماه, ده اساسا كانت عقوبة تمام, فعشان كده مسمين البيت ده ان هو arresto domiciliare, لكن هو مقبوض عليه هناك, بس هو ما استحملش العيشة عشان كده ندم ان هو قال للقاضي ان هو هيعيش هناك كعقوبة, فقال لهم خلاص ابوس ايديكم رجعوني السجن تاني, فقام عمل الايفازيوني دي, قام جاي لجوديتشي عرف ان احسن عقوب ليه ان هو يرجع للسواتشري, فقام رجعه للسواتشري كarresto domiciliare. ماشي, ده من ايه زي ما اتفقنا من جريدة لا ستامبا تمام. فاحنا عندنا كده بقى ايه ثلاث كلمات بمعنى السجن, بريجوني جاليرا كارتشري جوديتش القاضي, كارابينيري طبعا الشرطة نفسهم, وايه عندنا شوية كلمات جديدة كده ايه ذكروها. طيب تعالوا نبص هنا على الديسكورسو ديريتو بيقول لنا, طيب لو انا عندي جمل مختلفة شوية او ازمنة مختلفة شوية, يعني مثلا خلاص كتاب خلاص مبقاش فيه كلام. يلا حبيبي الله يهديك. تعرفين انا مش همنتج عشان تشوفوا المعاناة اللي انا بعانيها تمام, وفي الاخر الاقي حد يقولي خلي الفيديو ربع ساعة بس, وانا اسهل لي ان انا اكروت في ربع ساعة.
طيب مش هنتخانق دلوقتي. discorso diretto عندنا parla più piano يعني ايه اتكلم ابطأ من كده. طب انا هحول ده ازاي لديسكورسو انديريتو؟ يعني انا كان عندي لما يبقى في ازمنه معينه بحولها لازمنه ثانيه معينه وخلاص، لكن هنا امر هعمل ايه بقى؟ بصوا بقى مي قعدتو دي، يبقى انا لما حد بيامرني بحاجه ما بحطش مي قعدتو كي، ما بحطش كي، بحط دي. فهو قال لي يعني، وحط بقى طبعا حط بقى فعل في المصدر دي والمصدر، فالامر الامبراتيفو بيتحول لدي والمصدر. مي قعدتو دي بارلاري او كي بارلافو بيو بيانو، سيبكم من دي لان دي في ارض الواقع مش موجوده. الامبراتيف والامر بيتحول لدي والمصدر. فينجونو سبيسو ا فارمي فيزيتا، ان هما بيجوا عاده عشان يزوروني. مش عارفه مالها دي. ديسي كي فانو او اندافانو سبيسو ا فارلي فيزيتا. طيب فارمي المي اتحولت لي عشان هو برونومي انديريتو مع لي ولي. ماشي. هنا طبعا مع لي مش مع لوي ولي، مع لي بس. ماشي. وهنا فينجونو سبيسو بريزنتي حولناه لي امبرفيتو. فككم من بتاعه البريزنت دي، انا مش عارفه ايه الجديد يعني، ما قلتش معلومه جديده. لي كيازه ساله او سالها اي فيستو ماركو، شفتي ماركو. لي كيازه برضه نفس الريموتو عادي ونفس اللي. هنا بقى لما يبقى الديسكورسو ديريكتو بتاعنا سؤال، السؤال بنربط ما بينه ب سي. يعني احنا في العادي الجمله العاديه بنحط كي، في الامر بنحط دي، في السؤال بنحط سي. فهو سالها لو هي شافت ايه ماركو. طيب هنا تلاحظوا ان احنا حطينا ايه كونجونتيفو. ليه كونجونتيفو؟ علشان احنا هنا عندنا شك، عندنا انشيرتينسا. يعني الموضوع ده حتى لو احنا مش لاقيين له مبرر فظيع يعني، ولكن خلي بالكم ان انا لما احول سؤال في خلاص ان شاء الله عنك ما اتزرقت، لما نحول سؤال في الديسكورسو ديريتو للانديريتو بحط سي وبعدها نفس الفعل بس في الكونجونتيفو. تمام. طيب هنا هنا الزمن كان ايه؟ كان باساتو بروستيمو، فقام حطوا باساتو بروستيمو برضو كنسلوها دي، او ايه كونجونتيفو تراباساتو افيست فيستو، لان احنا العادي ان احنا الباساتو بروستيمو بيتحول تراباساتو بروستيمو، ولكن هنا حولناه بس من ان هو باساتو بروستيمو بتاع الانديكاتيفو لا كونجونتيفو تراباساتو. التراباساتو ليه؟ احنا واخدينها من المره اللي فاتت عشان الزمن. طب ليه كونجونتيفو؟ علشان في قاعده بتقول ان ايه الحاجات اللي فيها اسئله كده وفيها شك بتتحول لكونجونتيفو. مي اكيستو نقطتين اكيورا تورنيراي، انت هترجع بقى الساعه كام؟ مي اكيستو اكيورا ساري تورناتو. هنا بقى يعني مثلا السؤال ده احنا حطينا فيه سي، ليه بقى؟ عشان الاجابه بتاعته سي او نو. انا ما عنديش اداه استفهام، ما عنديش دوفي، ما عنديش كي، ما عنديش كواندو كده يعني. فلما يكون الاجابه سي او نو بحط لو اللي هي سي. طب لو عندي سؤال بس في أداة استفهام أكيورا دوفي كي كواندو الكلام ده كله، بحط السؤال زي ما هو. مي أكيستو سألني أكيورا، وغير بقى الزمن عادي. طبعا محدش يتغاب سوري يعني ويقول لي أورا نحولها اللورا، دي أداة استفهام مش ظرف، أداة الاستفهام بتنزل زي ما هي. تمام. تورنيراي بقى ده فوتورو، وبنحوله ل كونديشنال كومبوستو او بنسيبه فوتورو على حسب زمن الجمله. لو الموضوع بعيد شويه وتحول للماضي بنخليها كونديشنال كومبوستو، لو احنا لسه في قلب الحدث يعني بنسيبها فوتور زي ما هي. اوكي ان شاء الله يعني ايه سبيرو كيتوتو سياك يعني. تعالوا بقى في تحت جراماتيكا تانية كده نبص عليها. هي دي بيقول لنا البيريود ايبوتاتيكو للديسكورسو انديريكتو. طيب لو انا عندي بيريود ايبوتاتيكو هحولها ازاي؟ تعالوا نبص. خلي بالكم الموضوع ده يعني هو متعمق فيه قوي في الجراماتيكا بدون داعي، يعني الحاجات دي انا عمري ما تعرضت لها في الكلام العادي يعني، بس ادينا ايه بناخد فكره ونركنها عادي عشان لو يعني احتجناها تبقى ايه مفهومه بالنسبه لنا. سافيسي تيمبو فياجيري، طبعا دي اللي هو تاني حاله ان انا بحط سي والكونجونتيفو امبرفيتو وبعديها كونديشنال بريزنت، ودي حاله بوسيبيليتا احتماليه، ممكن تحصل ممكن ما تحصلش. فلو انا عندي وقت احتمال اسافر واحتمال لا واحتمال لا. طيب لو انا عايزه انقلها، هو قال ان هو سي افيست تيمبو فياجيرمبي، ما عملش حاجه في اول جمله دي غير ان هو غير بس الايه السوجيتو الفاعل، اخليها ايه افيست و فياجيرمبي.
الاختيار التاني ان احنا نقول diceva che se avesse avuto tempo avrebbe viaggiato، يعني حولها للحالة الثالثة، خلى الكونجونتيفو تا باساتو وخلى الكونديسيوناري كومبوستو. انا مش شايفه لها اي داعي ولا كأنكم شايفينها، وهتسيبوها زي ما هي. البريود هيبوتيتيكو انا من رايي بتتساب زي ما هي بالظبط، وما بنغيرش نوع الحاله، احنا بنسيبها زي ما هي وبنحتفظ بكل حاجه، بنغير بس الفاعل مش اكتر من كده، وبناء عليه بنغير ايه تصريف الفعل مع الفاعل. يعني سيفين شريمو ساليمو كامبيوني، لو فزنا هنبقى ابطال. طبعا دي يعني فاكت او حقيقه، فلازم نستخدم الحاله الاولى هنا فوتورو وفوتورو. فلالناتوري المدرب قال ان سي فينشيرانو لو هم هيفوزوا هم اللي هيكونوا ابطال، مغيرش برضو نوع السي، غير بس الايه الفاعل. نابليون سي فينشيرو ديفنترو امبراتوري، نابليون بونابرت يعني قال لو انا كسبت هكون امبراطور. فدي سي سي افيس فينتو ساريب ديفنتاتو امبراتوري، هنا حولها للحالة الثالثة. انا مش عارفه ليه، ممكن عشان ده ما حصلش، ان هي حاجه تاريخيه وان هو نابليون ما بقاش امبراطور وما كسبش. فهو لما انا اجي بقى انقل الحدث ان هو كان قال ان هو لو كان فاز كان بقى امبراطور، بس هو ما فازش وبالتالي مش هيبقى امبراطور، فعشان كده هو اعتبرها امبوسيبيليتا فالحاله الثالثه. لكن الموضوع ملوش علاقه قوي بحته هو ديسكورسو انديريتو ولا ديريتو. فزي ما قلت لكم كده، انا من الاخر يعني من الاستخدام الحقيقي للغه شايفه ان البريود هيبوتاتيكو بتفضل زي ما هي عادي، وكده كده يعني انتوا نقل الكلام مش هيوصل بيكم للدرجه المعقده دي. يعني تعالوا بقى اخر حاجه نشوفها، انتوا بقى بصوا على الاسئله اللي زي دي كده وعملوها مع نفسكم. طيب عندنا بقى هنا ملحوظه مهمه جدا، يعني انتوا هتعملوا التدريبات دي مع بعض، بس انا هقول لكم الملحوظه المهمه دي. ايه الفرق بين فعل اميجراري وما بين اميجراري؟ طبعا الاثنين بمعنى يهاجر، بس هنا اميجراري والصفه منها اميجراتو مهاجر، ان هو يسيب الدوله بتاعتنا ويروح دوله تانية. فاللي يهاجر مثلا من مصر يروح اي دوله تانية، ده المشكله دي اسمها اميجراري، او الفعل ده اسمه اميجراري والصفه اميجراتو. لكن اللي لو انا مثلا في مصر وجاي لي مهاجر سايب بلده وجاي عليا، بيبقى اسمها اميجراري، يجي لي عندي هاجر لدولتي ويبقى هو مهاجر اميجراتو. طبعا الاثنين بمعنى هجرة، ولكن ده الفرق البسيط ما بينهم، واكيد يعني كلنا في مرحلة ما تسألنا عن الفرق ده. اوكي طيب تعالوا بقى نشوف كلام على ايه هنا. التستو الغريب ده هنا بيقول لنا ادوتات او ادابتاتو دا كومي تالياني دي انسيو انسو بياجي، ما اعرفش ده كتاب يعني ولا ايه، بس هو مقتبس من الكتاب ده. الفقرة دي بعنوان فو كومبرا، فو كومبرا واضح ان هي ايه، يعني هو كاتبها بلغة الشارع زي اللغة العامية عندنا هنا. انا اخمن ان هي كانوا بيقولوا فواي كومبراري، تمام، ده بناء على خبرتي من مشاهدتي المسلسلات الايطالية، لكن هل ده حقيقي ولا لا مش عارفة. ماشي يلا نشوف. اصلا تبقى غلط، يبقى منظري وحش جدا يعني. عادي عادي. ايه بروتو كيامالي الاسترانياري فو كومبرا؟ O è anche un po' affettuoso. Sono troppi per non sappiamo come sistemarli. Ma non sarebbe meglio se tantissimo di conciliare una regola giusta con un comportamento per più corretto? Proprio noi che mandavamo in giro i nostri compatrioti con il passaporto rosso ammucchiati sui piruscafi che li portavano in ogni senso in terre assai lontane. بصوا انا موبايلي بيشحن مش عارفه اترجم حاجه، ترجموا مع نفسكم بقى. ابروتو كيامالي الاسترانيير، هل من السيء او من الوحش ان احنا نسمي الاسترانيير فوي كومبرا؟ بس هو لسه ما قالش معناها يعني، ولا ده كمان بيكون ان بو افيتوزو؟ والله انا عارف ان افيتوزو دي صفه حلوه، ان هي حاجه حنونه يعني، فدي حاجه وحشه ولا حاجه كويسه؟ sono troppi، هم كتير، non sappiamo come sistemarli، ومش عارفين ننظمهم ازاي. ما non sarebbe meglio، مش هيكون من الافضل لو يعني ايه tentatissimo se tentatissimo من verbo tentare، لو نحاول ان احنا نوازن او نخلق قاعده تنظيميه صحيحه علشان ننظم بيها ايه كون un comportamento più corretto، عشان نخلي التصرف اصح يعني من كده.
proprio noi تحديدا احنا اللي بنعمل ايه بقى. بصوا برضو جملة اعتراضية هنا، ارجوك اتحرك. ايه يعني عندنا هنا كده جملة اعتراضية اهي، كي ماندافامو انجيرو، ان احنا بنبعت اي كومباتريوتي اللي هم زملائنا في الوطن، باتريا اللي هو الوطن، كومباتريوتي الناس اللي مشاركنا في الوطن بتاعنا اللي هم احنا في بعض يعني. كون الباسبورت روسو اللي هو الباسبور الاحمر اللي هو بتاع سكان ايطاليا. اموكياتي لو بروبيو نوي اموكياتي سوي بيروس كافي، احنا بقى بنبعت الناس دي. خلي بالكوا لا دي طلعت مش جمله اعتراضيه، لان احنا لو شلناها المعنى هيبقى في حاجه مش كويس، هيبقى مش واضح. اموكياتي سوي بيروس كافي، انا ما اعرفش يعني ايه كالي بورتافانو، ما اعرفش بصراحه. يوناني سنسو انتري اسايلون تاني، دي اللي انا عارفاها. يوناني سنسو يعني ايه؟ بمعنى ان هي ترب اسايلون تاني، يعني اراضي بعيده جدا. اساي بتساوي مولتو، بس اكتر في اللهجه بتاعت نابولي. ماشي. اموكياتي سوي بيروس كافي، انا ما اعرفش ايه ده. Quante offese avevano supportato i piccoli siciliani e i piccoli napoletani, sparcati con la valigia di fibra e il bottiglione dell'olio a Ellis Island. ماشي. او إيلي ايلاند، مش عارفة، حاسة الاسم مش عايزة تنطق. Li chiamavano testa di brillantina. Testa di brillantina, per quei capelli lucidi e divisi dalla riga, come li portava Rodolfo Valentino nel figlio dello cieco. Dago, che vuol dire uno che viene dall'Italia. O maccheroni, che non ha bisogno di spiegazioni. Molti non sapevano né leggere né scrivere. Molti di loro ancora adesso dicono gioppo per lavoro. Ok. كلمة جوبو دي أنا سمعتها قبل كده. جوب، ماشي. بصوا بقى. Quante offese، يعني كم عدد الإهانات أو قد إيه الإهانات اللي هم بيستحملوها، مين اللي بيستحملوها بقى؟ يبيكولي سيشل يعني الناس بتوع صقلية، الشباب الصغيرين في السن، وبيكولي نابوليتاني اللي هم من نابولي. سباركاتي كون لا فاليجيا دي فيبرا، اللي هو يعني اكنهم بيجنا معاهم شنطه من الفيبرا، ما اعرفش من القماش ولا ايه. ايه البوتيليوني، والازازه بتاعه الزيت لإليس ايلاند، ما اعرفش ده ايه بقى، شركه ولا ايه ده يعني. المهم نوع من انواع الشغل يعني. بوتيليوني يعني ازازه كبيره. ليه كيامافانو تيستا دي بريلانتينا، اللي هم راسهم اكنها راسهم منوره، علشان هم شعرهم لوتشيدو اللي هو زي منور يعني، او منور اللي هو لونه فاتح يعني. ديفيزي دالا ريجا كومي لي بورتافا، يعني مقسوم من النص اكنهم فارقين شعرهم من النص، زي ما كان بيعمل الممثل ده في الفيلم ده. داغو كي فول ديري اونو كي فييني دالايتاليا، داغو يعني حد جاي من ايطاليا. فزمان ايام لما كانت ايطاليا مش متقدمه، اللي هي دلوقتي برضه مش متقدمه قوي، بس يعني لما كانت اقل تقدما من كده، فكانوا بيهاجروا لامريكا، كانوا بيسموهم ايه؟ داغو. فداغو معناها ان حد جاي من ايطاليا، او مكروني، وبيقول لك ان احنا مش محتاجين ان احنا نشرح يعني ايه مكروني، اللي هو ايه بيسموهم مكرونه يعني، عشان هم ايه جايين من ايطاليا، كانوا بيسموهم داغو او مكروني، كنوع من انواع ايه التنمر. اكتر اللي هم مين؟ اللي من نابولي ومن سيشيليا. وفهمت هنا ليه بقى مستخدمين بيربوس باركاري، ان هم طبعا على الشاطئ، فبيستخدموا الشاطئ علشان ايه يهاجروا بقى ويروحوا حته ويبيعوا فيها بقى الحاجات دي. مولتي نون سابيفانو، كتير منهم ما كانوش بيعرفوا ولا يقروا ولا يكتبوا، ومنهم لسه لحد دلوقتي بيقولوا كلمه جوبو علشان يقولوا كلمه لافورو. طبعا جوبو هو يقصد بيها هنا ايه؟ ان هي كلمه جوب بتاعت الانجليش، وايه ومطليانينها يعني، فجوبو اللي هو اكن هو ايه جوب يعني. فمن كتر ما هم يعني ثقافتهم اتغيرت وكده عشان بيهاجروا وبتاع، لسه بيقولوا عليه ايه كده يعني، الكلمه اللي هي مخلطه عربي انجليش ايطالي انجليش. اوكي. Pensavo a queste storie seguendo le cronache del Parlamento. انا كان نفسي اوريكم اللي انا بقراه واحده واحده، بس الماوس مش راضي يتحرك ويرجع يقول انا عصبيه.
طيب فبنساب وقفتين. طب بقول لك ايه، خلاص بقى. Pensavo a queste storie seguendo le cronache del Parlamento e anche della Malavita. E mentre davo il solito obolo al solito giovanotto dalla pelle scura che ti offre l'accendino, tra loro ci saranno... خلاص ما علينا. المهم يكون بيسجل عشان ما اكتشفش بعد كده كل ده انت ما تسجلش. هقوم امسك اللاب ده اخبطه في الشباك اللي قدامي. يا جماعه الماوس ما بيتحركش، هتلاقيه مش بيسجل. انا هكمل واعتبره بيسجل ان شاء الله. طيب tra loro ci saranno pure dei delinquenti اللي احنا لسه مترجمينها من شويه وانا نسيتها. ما circolano، هو من شويه اللي هو في الفيديو اللي فات يعني، بس انا مسجلهم ورا بعض. Ma circolano lavavetri che hanno una laurea in ingegneria o cameriere che possiedono un diploma. Certo, è una massa di disperati che intanto che tentano di sopravvivere. So quasi sempre da dove vengono, quali tragedie lasciano alle spalle. Buttarli fuori è una crudelità, ma lo è anche lasciarli andare all'avventura. Quando c'è una mazza Italia che è una grande Harlem, o la periferia di Washington con tante antenne TV e centinaia di migliaia di V-compra, lo hai stashkiri, bianchi che sono nostri fratelli. Non è che non so se ho detto o no, perché mi ha. طيب هنشوف بقى الكلام ده لان انا اصلا ما ركزتش في اللي انا بقراه. ماشي، انا كنت فاكر او كنت بفكر في الصور دي وانا بتابع الاخبار اليوميه بتاعه البرلمان وكمان بتاعه المالافيتا. انا حقيقي مش فاهمه دلوقتي قوي مالافيتا يعني ايه، بتاعه مثلا الاخبار السيئه ولا ايه. وبينما كنت دافو il solito obolo، ما اعرفش يعني obolo، al solito giovanotto، giovanotto يعني شاب اللي هو عنده يعني بشرته غامقه اللي بيعرض عليك دايما ايه اتشندينو. ممكن اوبولو ده مساعده مثلا، فهو اكن في حد بيشحت بس اكن هو بيديك ولاعه تشتريها يعني، فممكن اوبولو يكون ليها علاقه بموضوع الايه الفلوس اللي بتديها للشحاتين وكده يعني. ترى لورو ما بينهم هيكون في اكيد ديلينكوينتي اللي هم سوابق تقريبا، بس بيكون في كمان لافا فيتري كيانو نلا بس في كمان اكيد طبعا ايه من لافا لافاري وفيتري اللي هو جمع فيترو اللي هو الزجاج، فاكيد فيهم كمان ناس من اللي هم بيلفوا يمسحوا ازاز العربيه معاهم يعني. هما الناس الشحاتين دي اكيد في منهم متسولين سوابق ماشي، بس في منهم كمان ناس محترمه معاها خريجه انجنييريه هندسه او كاميريري، الناس اللي هم شغالين في فنادق او في مطاعم اللي هم عندهم ايه دبلومه مؤهلين يعني متعلمين. certo è una massa di disperati، دي هنا بقى massa مش بمعنى الصلاة اللي هم احنا اخدناها في الفيديو اللي فات، massa هنا بمعنى كتلة، فهم كتلة او حفنة من الناس اليائسة او البائسة اللي بيحاولوا ان هم يعيشوا ينجوا من حياة الفقر يعني، او ان هم ما يموتوش من الجوع. so quasi sempre da dove vengono، انا دايما او تقريبا دايما ببقى عارف هم جايين منين وايه هي المأساة اللي بيسيبوها وراهم، تراجيديا اللي هي المأساويات اللي سايبينها على سبالي ورا ظهرهم وجايين هنا. بوتارلي فوري ان احنا نرميهم بيكون قسوة، كرودلتا قسوة. ما لو هي عنكي لشارلي انداري الليفنتورا، الليفنتورا مش متأكدة يعني ايه فنتورا، بس برضو الموضوع بيكون قسوة ان احنا نعمل فيهم كده او ان احنا ما ننظمهمش ونسيبهم ايه لوحدهم يعني. لما يكون نص ايطاليا كبيرة è una grande Harlem، ما اعرفش برضه يعني ايه هارلم، مش هترجم صح عن خناقه النهارده، او بريفيريا طبعا اللي هي الضواحي بتاعه واشنطن كون تانتي انتنه تي فو، برضه ما اعرفش يعني ايه انتنه، ومئات الالاف من فو كومبرا بيانكي اللي هو يعني يقصد الشحاتين اللي بشرتهم فاتحه كي سونو نوستري فاتيلي اللي بيكونوا في الواقع ايه اخواتنا الايطاليين، او اللي هو ايه الكلمه اللي قالها فوق اللي هي بتاعه كومباتريوتي ماشي. يعني اللي انا ترجمته كده في كلمات جديده احفظوها
اللي ما ترجمتوش ترجموه، ويعني حبذا تكتبوه كمان في كومنت تعرفوني انا كمان الترجمة. وبس كده خلصنا بقى الفيديو بتاع النهارده، فاضل لنا بس تدريبين بسيطين ونكون ان شاء الله خلصنا الايتها، ولكن كالعاده هيكونوا مليانين كلمات جديده، ف تذاكروا اللي فات كويس عشان تبقوا جاهزين لاستيعاب حاجات جديده. احنا كده يعتبر خلصنا الديسكورس وديريتو وانديريتو، فانصحكم بقى كالعاده ان انتوا تروحوا تشوفوا الدرس ده بالايطالي من يوتيوب او من اي يعني منصه، اسمعوا الشرح تاني بالايطالي وحلوا عليه، وما يعني خلاص مش مطلوب منكم اكتر من كده في الجراماتيكا. بعد كده بقى ركزوا على الكلام اكتر، وشوفوا بقى كورسات محادثاتكم بقى واستماعكم والكلام ده كله. دعوا لي بقى دعوه حلوه، والى بروسيما، تشاو.